فوق على كتشي لاله فين؟ هنا بلاصه قالت شي في حي الفاره. حي الفار هنا بلاصه بالضبط في حي الفاره فحدا الحمام ديال ممكن واحد الحمام تسمى حدا الشارع. انت كتسكني تماك ولا غير كتشي؟ لا انا كنسكن في مدينه قديمه، انا داري في مدينه قديمه. دابا انا جايه غير باش نصواني لواحد الدول ممكن عس ديك بلاصه. انت مشيتي غير تعاوني مع دوك الناس؟ انا دوك الناس المتشردين الناس اللي انا خدام مع واحد الجمعيه، ما بغيتش نذكر السميه ديالها. كنخرج كندير الدواء وكنجيبو الحوايج، كنجيبو من الحوايج باش ما يضطروش يلبسوا حوايج من برا. انا معاك لالا بشويه ربي غيدير تاوي الخير باذن الله تعالى. حسيتي اللي كتقولي لي الا كان بصح راه صعيب بزاف، يعني الا كان بصح انت ما مسجلاتش حاجه، ما عندكش باقي ما مسجله حتى شي حاجه. واخا هاد السيده اللي كتشوفوا معنا في الصوره مشاهدينا الكرام خدامه واحد الجمعيه، الجمعيه اللي كتكلف بدوك الاطفال المتشردين الناس اللي كينعسوا في الزنقه. هاد السيده كتخرج كدير الخير بهذا المعنى، هذا كتقول هي كتقول باللي ان مقدم اليوم مع الضبط النهار الخميس في العشيه ضربك ووسط المقاطعه كيف ما كتقول هرستيها التليفون ديالها، هرستيها التليفون مزيات صادم. هادشي اللي غتسمعوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر، هادشي وقع بحال فاره كيف ما كتقول السيده. ونخليك انت تعاودي لينا شنو وقع بالضبط وامتى وقع هادشي. السلام عليكم، انا وقع لي مشكل نهار الخميس في العشيه، وقع لي مشكل. انا مشيت بحكم انا كنمشي كندير الدراري لشي حاله ديال الشارع، كندير لهم الدواء حيت ما كيبغيوش يمشيو للسبيطار، كاين اللي مريض كاين اللي تيخاف، مشيت عنده باش ندير ليه الدواء باش نصواني ليه يدو. كنمشي كنلقى المقدم تما والناس سلخيت الصداع، قلت له شنو واقع؟ قال لي كيجيو هنا الدراري الجيران كيتشكاو والناس كيتشكاو. صافي مشيت في الليل جاو عندي الدراري اللي مع ذاك الوليد، قال لي هذاك الوليد اللي هذاك الوليد اللي مشيت يدير لي الدواء في يدو راه مضروب في راسو، راه ديناه للسبيطار راه بزز باش مشى معنا للسبيطار ورجعنا مخيط في راسو. مشيت هضرت معاه قلت له ولدي مالك؟ قلت له مالك هو يقول لي قال لي جا واحد السيد مع المقدم. قلت له كيداير هذا الراجل هذا ما تيقتوش؟ قال لي دري، قال لي كان مع راجل على الموتور غليظ وسمر وعندو الحي ودير كاسكيطه كحله، هذا اللمس هذا والمسافات اللي عطاني الولد ديال المقدم. ضربوا واحد الضربه خايبه، الولد دابا كنقلب عليه باغي باش نجيبو هرب، خاف وهرب. انا الصباح مشيتي عند المقدم؟ الصباح الصباح انا مشيت عنده على حكم انني باش نهضر معاه في هادشي خاص غير التواصل الاجتماعي زعما باش نهضر معاه كيف نهضر معاه. قلت له علاش حشومه عليك زعما دير هكا؟ انا ملي مشيت عنده قلت له سيدي واش نتوما بصح ضربتوا هاد الوليد؟ قال لي ضربته، قال لي ضربته وغنضربك حتى نتيا بحال هكا جاوبني. صافي بقى تيخبط عليا البيروناض، هرس لي التليفون ديالي، هرس لي ليزيات، ضربني حتى في كوري جوج مخازنيه، ضربني في رجلي شفت المقاطعه 22 اللي في الحي الفرح، ضربني تعدى عليا واحد تاعو. انا متاكده من هاد الهضره مزيان، قلت هذوك الناس اللي تما في هاد العواج اللي بغاو يشهدوا الشهاده ديال الله يشهدوا. الناس اللي خدموا في المقاطعه شافوا هادشي كامل، حتى الناس اللي برا سمعوا الغوات، سمعوا بزاف ديال الحوايج نهار الخميس. كانوا حاضرين ماشي بينك وبين ماشي بيني وبين المهم الصداع، سمعوا الصداع، سمعوا كلشي دخل عندنا لداخل زعما هادشي واحد العنف بقى كيضربني بواحد العنف بواحد المهم تعدى عليا مزيان. ما عرفتش انا ما عرفتش باش قلت لك لي حشومه هذوك الوليدات مساكن عايشين غير في الشارع، هذوك اللي كيبقاو وليداتنا كاملين شو مالك توصلوا لديك الحاله بحال هكاك؟ هو يقول لي درت ليه كوك باش ما يبقاش يجلس تما، تيجيو الناس يقول لي انت اللي مسؤول تما وتينعسوا لي هاد الدراري في الزنقه تينعسوا لنا حدا دورنا. قلت لي راه حشومه عليك مسكين. صاحبي دابا حاليا الا كان كيشوفك هذا المقدم هذا شنو تقولي له؟ انا المقدم هذا ما بقاش عندي معاه الهضره، حيت انا فاهم جا عندي القيد عرض عليه الفلوس باش نسكت، حيت انا فاش قلت ليه انا متاكد عرض عليه الفلوس، قلت له انا ما باغاش الفلوس، انا بغيتك تقدمنا المحكمه دير معنا شي حاجه تري اجراءات قانونيه، ما بغاش. قلت له غنمشي لك التواصل الاجتماعي، ملي قلت له غنمشي للتواصل الاجتماعي قال لي ما عندي ما ندير ليك جري طوالك. المهم بقى تيهضر معايا حتى هو بواحد الاسلوب ماشي هو هذاك. مشيت منين تجت السبيطار طلبوا مني باش غادي ندير اليوم الشهاده الطبيه، ما عنديش باش ندير الشهاده الطبيه، ان باش كنتخلص كيجمعوا لي كيخلصوا لي نص شهور كيعطوني 1500 درهم، انا ما عنديش باش ندير الشهاده الطبيه، عندي الاوراق. كنطالب شي حد يوقف معايا نصايب الاوراق ونتابعات السيد قانونيا، هادشي اللي كنطالب. حيت تعدى عليه واحد تعدو حسبي الله ونعم الوكيل، تعدى عليه واحد تعدو. الرقم ديالك؟ نقدر نديرو الرقم؟ الرقم 07 03 92 10 89. هاودي ديالك 07 03 92 10 89. ايه هذا هو الرقم ديالك؟ هذا هو الرقم ديالي. رسالة أخيرة، شنو وقع هادشي؟ وقع هادشي في حي الفرح نهار الخميس، وقع هادشي.
ومع الصدمه وهذا ما قدرتش نتحرك بزز باش خارجه دابا خارجه غير بيجامه وليداتي وراجلي وكلشي ما بغيت حتى شي واحد يسمع الخبر اليوم راني غير مسافره هادشي علاش ما بغيتش نبين وجهي وما نبين وجهي ما كان حتى شي حاجه دي كبير عندي ما بغيتش يشوفوني في هذه الحاله بخير ان شاء الله والله يديك الشيء كنتمنى